هتفتي يا عم يوسف في الرياضة؟ لا يا عم مش هفتي، أنا هخلي ناقدنا الرياضي الكبير الشهير أحمد درويش يفتنا في ذلك، شغلته. ازيك يا أبو حميد؟ أستاذ يوسف ازيك؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ افتي براحتك يا أستاذ يوسف عادي يعني. لا ما أقدرش، ضميري لا يسمح. أحمد دي شغلتك، قول لي. هي مباراة على الصعيد الكروي مش ممتعة قوي، يعني ما فيهاش الوجبة الدسمة اللي تقدر تخطفك وتقول إن هي مباراة يعني إيه كان فيها ألحان موسيقية. ده لو على الصعيد الكروي. بالظبط. فما بالك لو إنها كمان بقى ده الأهلي والزمالك يا جدعان. شوف تقدر تقسم الماتش ده إزاي؟ لو أنت فتح التلفزيون في أول ربع ساعة فتقول إن الأهلي سجل هدف من خطأ، خلينا نركز بس على موضوع الخطأ ده. من خطأ محمد عبد الغني والأهلي في طريقه لأن هو يكسب بسكور أو يخلص الشوط الأول 3-0 مثلا، خلاص في طريقه. الزمالك عنده غيابات، عنده مفاجآت في التشكيل، وجود مثلا ناشئ صغير سيد عبد الله أو سيد نيمار، غياب أوباما، غياب محمود علاء، غياب سيف الجزيري، غياب محمد أبو جبل، عدم البدء بشيكابالا. فعندك طبعا طارق حامد، عندك 6-7-8 غيابات للزمالك مؤثرة جدا. فقلنا لا، وكمان ايه كابتن سامي قمصان بيلعب بيه قفشه وشريف وبرستاو واحمد عبد القادر. الاهلي يعتبر بيلعب بفريق كامل العدد بوجود الشناوي، غياب الو ديانج، لكن عنده 2 اساسيين في منتخب مصر، عمرو السوليه ومحمد فتحي. طبعا فالجميع توقع بقى ان حط كزمالكاوي حط ايده على قلبه ان الاستحواذ والسيطره والترجمه للاهلي بهدف، وبالتالي ما نجحش الاهلي انه يستثمر قوي. ضيع كوره بعد كده، كان عنده استحواذ مش مترجم باهداف. الزمالك مع الشوط الثاني حصل استفاقه، نزول شيكابالا في مكان غير مكانه، مكان عمر السعيد راس الحربه، لكن ذهب لا يصلح. يعني بيقول لك ايه، شيكابالا نزل فرق معانا بصراحه. طبعا ريحتها فيها. فشيكابالا بسنه الكبير ولياقته المستكمله لان هو كان بيعاني من اصابه، فعوده شيكابالا في الملعب عوده مؤثره جدا. شيكابالا من 14 تمريره لعبها في الشوط الثاني او في المده اللي لعبها عنده 13 منها صحيحه مثلا. هو صانع اسيست طبعا الهدف الاولاني، هو محرز الهدف الثاني صحيح. طيب لو جينا نترجم الاهداف الاربعه يا استاذ يوسف، هم 4 اخطاء واضحه. يعني هدف التعادل لان اشرف بن شرقي هو خطا مشترك ما بين حراسه المرمى ومحمد هاني اللي هي رصيد اشرف بن شرقي. ماشي. هدف تقدم الزمالك الثاني هو خطا من علي معلول عدم السيطره على الكوره وبالتالي شيكابالا يسجل. هدف التعادل لصلاح محسن هو ارتطام بمدافع الزمالك ثم هديه لصلاح محسن، وبالتالي غابت الكمم الفنيه عن المباراه. المباراة هي عبارة عن أداء تحكيمي جيد ما حسيناش بيه، عبارة عن مشهد رائع في المدرجات كنا مفتقدينه يا أستاذ يوسف. طبعا بين الجماهير. عندنا كمان روح رياضية عالية جدا بعد المباراة، وبالتالي دي إيجابيات المباراة إن احنا عندنا مباراة جيدة المستوى، رائعة تحكيميا، ممتازه على الصعيد الاخلاقي ما بين الجماهير واللعيبه مع بعض. صحيح. صح. فما شفناش الكره اللي انت بتتكلم فيها في الانترو اللي انت تقول يا سلام وهو ما فيش. فده طبعا ايوه، ده انا ولا مره سمعت كابتن مدحت بيقول هلا هلا. لا ما قالش ولا مره. ده معناها انه متحمسش حتى يا مهرب بتاعته كانت قليله مره كمان. ايوه. طيب نقول ايه كمان يا استاذ يوسف؟ نقول ما نزعلش على منتخب مصر بقى، لان انت بتتكلم في المورد الاساسي للمنتخب المصري الاهلي والزمالك. لا، في مشكله عندنا، في مشكله في اللياقه، في مشكله في الفن فنيات. هتقول لي طب ايه السبب؟ اقول لك ان احنا بندفع ثمن دوري بينتهي كل سنه في شهر 9 او شهر 10 وبيبدا، فاللعيبه تعبانه مجهده جدا، فده بيأثر على المستوى الفني. احنا لازم يبقى عندنا دوري بينتهي في شهر 5 زي الناس، اللعيبه بتاخد راحه سلبيه، بتبعد عن الكوره زي الناس. احنا بنشوف دلوقتي نجوم الكوره فين يا استاذ يوسف؟ في عطلات صيفيه ومناسبات وحاجات، فبيفصلوا، ده بشر. وبالتالي مباراه الاهلي والزمالك لم ترتقي للمستوى الفني المتوقع مننا جميعا. عظيم جدا.
احمد انا سعيد جدا بالمداخله، واتمنى ان احنا نتقابل بقى قريب، ويا رب يعني يوفق الفريقين. وعلى رايك انا كده اقلق جدا على المنتخب، اتمنى بس ان احنا الروح بتاعتنا تبقى احلى واقوى واكبر من كده، ونشد حيلنا كمان في حكايه المنتخب بتاعنا ده كمان وكمان. كل الشكر لزميلنا صديقنا العزيز ناقد الرياضي البارز احمد درويش.